الأسطورة 31، رأى ربه مرتين، صبر الرب الأرضية، صبر الرب الأرضية والسماوية. قلنا كان الكلام في خطوات، وكان في مقتبسات من كلام ابن تيمية من كتاب بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع، وكان الكلام قلنا في خطوات. الخطوة الأولى قلنا في نفس المورد السابق، والتي كان في الأسطورة السابقة تحت عنوان أبلغ ما يقال، ففرع تيمية الكلام على أما ورد عن ابن عباس من أخبار تتضمن نوره لا يدركه شيء، رأى ربه مرتين، تتضمن تفسير أو تأويل أو إشارات إلى آيات في سورة النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. وقلنا في الخطوة الثانية أن ابن تيمية حاول عبثا إكمال نظريته التسليمية الأسطورية الخرافية، فانتهج منهج الجهمية والتجأ إلى التأويلات الفاسدة الفارغة الواهية، وأتى بفتوحات أسطورية جديدة، فزعم أن الرائي أنه رأى أحد جوانب ربه أو رأى جزءا من ربه وليس كل الرب، وأعطى مثال بأنه من يرى، طبعا مثال هو أتى بالمثال وأتى بالرواية بالمباشر، أو نقل القول أو الرواية أو المثال عن أحد أئمته أو عن أحد الأشخاص أو عن أحد الأعلام ولم يعقب عليه، وإنما أتى به في مقام الشاهد في مقام الاحتجاج على الآخرين، ولم يعقب على هذا ولم ينكر هذا ولم يحتج على هذا، إذن هو يقر بما أتى به. إذن قال وأشار بهذا الفتح إلى أنه قد رأى جزء من الله، رأى جزءا من الله وجهة من الله وجانبا من الله، كما أن الإنسان يقول رأيت السماء وهو في الحقيقة لم يرى كل السماء، لم يدرك كل السماء، وإنما رأى وأدرك جانبا من السماء، جزءا من السماء، وجها من السماء. وأيضا زعم أن رؤية الفؤاد هي رؤية عين، كما زعم بأن رؤية المنام هي رؤية عين، وأتى بأمثلة وشواهد تخالف ما يقول، فقال بأن رؤية النوم رؤية عين، وهنا أيضا يقول رؤية الفؤاد هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء، فعندما يقول رأيته بفؤادي يعني رأيته بعيني. وأيضا أتى بفتح آخر جديد، فزعم بأن الصور، صور الرب تقسم وتصنف إلى صنفين، صنف نور ونورانية وصنف آخر غير النور والنورانية. فإذا أتى الرب يرتدي الملابس، اللباس النوراني، كان بصورة النوراني والنورانيات، فهو لا يرى، لا يمكن أن يرى في الدنيا، لا يمكن أن يرى يقينا، في الآخرة حسب مباني ابن تيمية يمكن أن يرى حتى بهذه الصور. أما إذا أتى الرب مرتديا اللباس غير النوراني، تلبس وتجلى بالصور غير النورانية، فإنه يرى. يعني هذه القضية تشبه قضية الجن، من يدعي، من يتعامل مع الجن يقول يوجد قبعة اختفاء، فعندما ترتدي قبعة الاختفاء لا يراك أحدا، وعندما تكون بدون قبعة الاختفاء فيراك الناس. فلا نعلم هل هذه ترجع إلى تلك أو تلك ترجع إلى هذه، هذه تفسيرها عند تيمية وأتباع تيمية. وأيضا أشرنا في الخطوة السادسة بأن ابن تيمية ليس عنده أي مشكلة في رؤية الآخرة، في رؤية العين في الآخرة. وما هي مشكلتك مع الرؤية في الدنيا؟ هل عندك مشكلة حقيقية؟ هل عندك محظور حقيقي؟ هل عندك استحالة حقيقية؟ ليس عنده هذا الشيء. هل عندك دليل حقيقي؟ ليس عنده هذا. نراه كما هو المنهج الالتقاطي والتشويشي والتشويهي عنده في مقام يدافع إلى مستوى الاستقتال والقتل والتقتيل وسفك الدماء من أجل أن يأتي بأبلغ ما يقال عن رؤية العين، وفي مقام آخر عندما يجد نفسه محصورا ليس عنده جواب يلعن الرؤية ومن يقول بالرؤية ومن يقول بأبلغ ما يقال عن رؤية العين. لا يوجد دين، لا يوجد علم، لا يوجد أخلاق، لا يوجد مهنية، حسب هوى النفس وحسب الثأر النفسي وحسب الأنا. ودخلنا في الخطوة السابعة ولا زال الكلام في
الأسطورة 31 رأى ربه مرتين صور الرب الأرضية والسماوية